حرب اليمن تقترب من نهايتها قوات التحالف العربي نقلت معاركها لداخل اليمن انطلاقا من قاعده العند العسكريه اكبر قاعده عسكريه يمنيه والواقعه في لحج شمال عدن للمره الاولى شارك طيارون يمنيون في قياده المعارك الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قوات التحالف كانت مستوى التنفيذ عالي جدا. نفذنا عده طلعات منها طلعات هذا اليوم في محافظه تعز لضرب مخازن اسلحه. تم تنفيذ عده عمليات من ضمنها هذه العمليه حق يومنا هذا في المناطق الشماليه الغربيه وبالخصوص وخصوصا تعز. في تعز ثالث اكبر المحافظات اليمنيه والواقعه جنوبيه غربي البلاد شهدت ايضا نجاحا نوعيا. فبالاضافه للطلعات الجويه المكثفه لقوات التحالف القت طائرات التحالف باسلحه متطوره لمقاتلي المقاومه الشعبيه في تعز. وتحولت تعز الى جبهه قتال رئيسيه في مسعى التحالف للتقدم شمالا صوب العاصمه صنعاء. بسط افراد المقاومه الشعبيه سيطرتهم على معظم مناطق البلاد ينبئ ببدايه نهايه الحرب. ولعل هذا ما دفع وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير للحديث عن قبول جماعة الحوثي لقرارات الامم المتحده الداعيه لانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها نحن الان هناك اتفاق بين الاطراف اليمنيه لعقد اجتماعات مع المبعوث الأمم الاممي لتطبيق قرار مجلس الامن 2216 والمملكه ترحب بذلك وتؤيد ذلك لكن بعد ان تضع الحرب اوزارها يبقى الوضع الانساني المرير هو العدو القديم الجديد الذي يواجهه اليمنيين الامم المتحده حذرت من وقوع ماساه في اليمن حيث يهدد الموت جوعا الالاف الكثير منهم اطفال ومسنون وقال برنامج الغذاء العالمي ان اكثر من سبعه ملايين يمني بحاجه ماسه للغذاء